شخصية مليئة القلوب وفاضت بعلمها وخلقها على كثيرين، وكانت نموذجا ومثلا يحتذى به، وكانت لأدائها المتميز الصقل في الإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع الأمانة من خلال إعطاء المثل والقدوة لكبار المحامين والشباب في احترام الوقت والبحث والإنجاز السريع والعطاء الغزير وإعلاء قيم المحبة والمودة، مما انعكس على جميع الإدارات القانونية في أداء عملها، في أداء متميز وإنجازات شهدها إحصائيات وأرقام حجم العمل في قطاع الأمانة. لا ننسى أننا قمنا في رفع إدارة العمل الشؤون القانونية بالأمانة إلى إدارة مركزية وحرصها على استقدام أفضل المحامين، وكان بفضل روح التعاون التي كانت تتسم به الأستاذة أحلام، إذ جعلت الإدارة أسرة واحدة تعمل بروح الفريق وفي قارب واحد. لم نجدها يوما نادرا من أحد، وإنما كانت تمد يدها للجميع. وإذ ننتهز هذه الفرصة لنسجل وبكل تقدير التعظيم المتواصل والتشجيع المستمر من قبل هذه الشخصية التي تتميز بكل احترام وكل تقدير وكل حب وكل بعد بصيرة. وأخيرا لا نقول للأستاذة أحلام وداعا، بل لقاءا في حياتي الاجتماعيه والتواصل الاخوي المستمر. تذكر انجازاتها في هذه المناسبه الكريمه قول الشاعر العربي: ومن لا يحب صعود الجبال يعيش ابدا الظهر بين الحفر، هو ذا الكون يحب الحياه ويحتقر الميت. الله النيابة عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية. أول حفلة أو أول حاجة رسمية كنت معانا في عيد ميلاد الأستاذة أحلام، وأنا أعرفها من قبل ما أجي الأمانة يعني. وأنا شرفت وأنا أمس ماسك أمن الأمانة من 5 سنين، فكانت عاملة مع أحلام ست راقية جميلة مهذبة، يعني ما تتغيرش يعني أكيد أولادها وكل اللي معاها في الإدارة أكيد على هذا المستوى من الرقي والأدب والذوق والجمالية. نتمنى لها إن شاء الله حياة سعيدة، والحياة دوما تبدأ بعد 60، تسعد بأحفادها وأولادها وتروح الأهل وتتفسح وتفتكرنا وتفتكر الأيام الصعبة دي إن شاء الله. ونتمنى إن الحوار والاتصال لا ينقطع معاها. نتكلم على أحلام رئيسة الشؤون القانونية، لأن أنتم اتكلمتوا عنها كتير. أنا بكلم أحلام إن أنا عشتها من سنة 73 صداقة وزمالة، وكانت يعني عن حسن ظن الناس بيها. اللي يعرف أحلام عن قرب يعرف إن هي طفل وديع زيادة عن اللزوم فعلا. يعني أنا بتكلم من حكم إن أنا زي ما قلت صديقتها من سنة 73. الست دي اللي بقول اللي قرب منها يعرف قد إيه هنا أبيض، وده ظاهر على وشها. وبعدين يعني يشهد لها حاجة إن هي طول حياتها الوظيفية عمرها ما قاست حاجة. هما هيسعدوا بيها أكتر مننا، لأن هي هتبقى قريبة منهم وهيشوفوها. إحنا مش هنعرف نشوفها إلا بقى لو اتقابلنا يعني. فأنا بقول إن يا بخت أهلها بيها، ويا بخت الناس القريبين منها كلهم بيها يعني. ولو هي النهارده بتودعنا كرئاسة هتفضل في قلوبنا طول عمرها كأخت وصديقة وزميلة وكل المواصفات الطيبة اللي أنا قلت عنها. أعلى حاجة الكلام اللي من قلبي يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتقدم بجزيل الشكر لزمايلي في الإدارة العامة إن هم أدوا لي الفرصة إن أنا أحضر المناسبة الجميلة دي. والحقيقة يعني أستاذة أحلام طبعا زميلة عزيزة جدا، ومعرفش بيها كانت في البداية إن أنا لاحظت قد إيه هي دؤوبة وقد إيه هي باحثة جيدة، فأنا فعلا حسيت فيها الكفاءة وهي تستحق كل خير، وبتمنى لها التوفيق في حياتها الجديدة. وبعدين كلمتين كده مصرين على شعر وأنا طبعا ما حضرتش حاجة،
انما عايزه اقول احلام العقد غاليه عليا والشؤون القانونيه تديلها مليون تحيه. عايزه اتكلم واقول اصل التكريم اصول. عايزه احيي فيها صفات واجمل واحلى المواصفات. معلش كلام اقول تاني. احنا عاصرنا بعض من اول ما جينا الاتحاد كنا كلنا تقريبا مع بعض او عايشين في الاتحاد مع بعض. فطبعا عاصرت الاستاذ احلام وكل الاساتذه الموجودين طبعا كلهم مجموعه واحده يعني عاصرتها كاخت عزيزه وصديقه وزميله يعني كل الاخلاقيات الحلوه تتمتع بها الاستاذ احلام بصراحه. قائده ممتازه وشغلها ممتازه كل حاجه فيها ممتازه. نتمنى لها السعاده على الدوام السنوي وهي دايما بتشوفنا وبتشوفنا. حد من الاخوه المحامين بقى كده يقوم يقول لك ايه واحد يورينا المواهب بقى. No.